السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. موضوع حلقتنا اليوم عن نبتة جديدة وتدعى متسلق البنيونية. هاي متسلقة البنيونية قدامكم، شوفوها، هاي أوراقها، شوفوا أوراقها. يعني تشبه متسلقة التيكو ماريا، يعني قريبة لها جدا، لكن هناك فرق شوية في الأوراق وفي حجم الزهرة. هاي أوراقها شوفوها متقابلة، ورقة أمام ورقة من الجانب الآخر، والورقة تكون مسننة. وأيضا تكون رقيقة، يعني مرنة العفو. هاي شوفوها مسننة، هاي أوراق المتسلقة اللي تدعى البنيونية. خلنا نعطيكم عنها بعض المعلومات. هاي قدامكم، هاي أزهارها شوفوها، أزهارها جميلة جدا. هذه النبتة مثل ما شفتوها نبتة جميلة جدا، أزهارها جميلة جدا. شوفوا أزهارها برتقالية اللون، حجم الزهرة كبير على شكل عناقيد، يعني هاي كلها نورة واحدة. شوفوا الأزهار متتابع، يعني مو كل الأزهار تنمو مرة واحدة، يعني شوف أكو بيها بعدها صغيرة جنابد بعد ما متفتحة، أكو بيها من هو متفتح. هاي شوفوا هاي شكل أزهارها برتقالية اللون، جميلة جدا. متسلق البنيونية يعني متسلقة قوية جدا، ومن أقول قوية يعني قوية بمعنى الكلمة. يعني هذه المتسلقة نجحت في العراق وتحملت درجات أقصى درجات الحرارة، يعني حتى أكثر من 55 درجة، يعني في أيام الحر الشديد في السنين الماضية اللي مرت على العراق. نبتة قوية متحملة، تتحمل العطش، تتحمل أقصى درجات الحرارة، وهي متسلقة جميلة جدا، يعني تنفع كزينة متسلقة تغطى فيها الأسيجة أو الحائط. شوفوها قدامكم، سيقانها كثيرة، هاي سيقانها، شوف سيقانها كثيرة، يعني هذه هنا لامهن، يعني أنت تقدر تأخذهن وين ما تريد، تصعدها فوق، تتمشيها على الحائط. يعني امتداد هذه المتسلقة قد يصل إلى 6 أمتار، يعني امتداد كبير، يعني اللي يأخذها ما يخسر. هم جميلة وهم تتحمل العطش، جميلة وتتحمل العطش، وبيها نمو خضري خضري كثيف جدا، سيقة كثيرة، وأيضا مزهرة مثل ما قلنا. أزهارها جميلة جدا، أزهارها طرفية، أزهار طرفية. شوف شكل الأزهار جميل جدا. يعني هذا النوع من المتسلق يعني هو اللي ينفعنا خاصة بالعراق ومناطق الخليج العربي.
يعني متسلقة، يعني متحملة، تحمل الظروف القاسية، تحمل الحار، تحمل العطش وتتألق. كل ما تزداد درجات الحرارة هي تزداد تألقا، يعني تزداد أزهارها، النمو الخضري لها يزداد. شوفتكم أوراقها هاي قدامكم مرة أخرى، شوفوا أوراقها متقابلة، أوراقها متقابلة مسننة، الورقة تكون مسننة. أيضا نعيد بعض المعلومات، وهناك الكثير من المتسلقات يعني اللي يشبهنها أو يكونن قريبات إلها، لكن هي بالشكل الخارجي تختلف. مثل ما قلت يعني حجم الزهرة يكون كبير، شوف هنا أزهارها كبيرة، تختلف عن التيكو ماريا وباقي المتسلقات اللي يشبهنها، وتكون عريضة من الأعلى، بس تكون قصيفة يعني. أنصح بإكثار هذا النوع من المتسلقة. في الحقيقة هي موجودة في العراق يعني قديما، يعني أنا كنت أشاهدها في مناطق كثيرة من بغداد، يعني في الجادرية، في الكرادة، في مناطق جسر ديالة، الزعفرانية، المدائن، يعني بيوت بغداد القديمة، يعني كانت موجودة هاي المتسلقة، لكن قلت في الآونة الأخيرة. هاي قدامكم تشوفوها، وأيضا هي يعني متسلقة جاذبة، يعني تفيد النحالين، يعني هي جاذبة للنحل. ممكن يستفاد منها النحالين باعتبار أزهارها جاذبة. وأيضا هي جميلة، يعني متسلقة جميلة، تنفع كنبتة الزينة مثل ما قلت سابقا، تغطية الجدران، الحائط، يعني أنا خالها على السور الخارجي للمنزل. تحياتي لكم، سعد كامل. أما عن كيف تتكاثر النبتة، يعني احنا حكينا عنها مطولا بس ما قلنا تتكاثر. هناك عدة طرق لتكاثر هذه النبتة، ومنها يعني الطريقة الأولى طريقة البذور. يعني هاي بذور قدامكم شوفوا، هذا حامل البذور، هذا بيه هواي بذور يعني شكله، هذا شكله، هاي منيه بس، هاي في نهاية الصيف يعني مع اقتراب الشتاء ودخول الشتاء يظهر هذا. شوفوا مليان بالبذور، هذا كمية كبيرة من البذور. والطريقة الثانية طريقة الخلفات، الخلفات يعني تطلع من جانبي هذه النبتة خلفات وزرعهن آخر. هاي كل المعلومات عن هذه النبتة الجميلة أو النبتة الجميلة. تحياتي لكم، سعد كامل.